أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكهرب الإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الغالي جورج، دكتور جورج، ورمضان كريم. خلونا نرحب أول شيء بالدكتور جورج. تفضل جورج. اهلا وسهلا جان، واهلا بكل المستمعين والمشاهدين واصدقاء البرنامج. أهلا وسهلا فيك جورج، أهلا وسهلا فيك. بصراحة جورج، يعني هو موضوع كتير مهم، موضوع رمضان يعني. ومثل ما بتعرف أنت وكلتنا بنعرف أنه صرعونا بمسألة صوم التصحر. وبصراحة في عنا مثل بسوريا بيقول، ونتداول على طول، نحن كنا نقول صوموا تجصوا. يعني ايه تجسس؟ تعرف ان تجصوا يعني الجيجي لما بصير ضعيفة كتير 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 بتجص. اوكي. فباللهجة السورية لما بتجص يعني بتضعف كتير، بصير نحيف يعني بهالمعنى. جورج، شو بتقدر تقولنا بداية بمسألة رمضان؟ شو هو رمضان؟ هي المشكلة في الإسلام إن هو ما جاش بحاجه جديده خالص. يعني انت لو فكرت، لو بصيت على اي حاجه الاسلام عملها من اول محمد ما طرأ عليه زميله جبريل الى حد اليوم اللي مات فيه وتطور الاسلام، ما فيش اي حاجه جديده خالص غير في جانب العنف والاجرام اللي هو تفنن فيه. لكن في اي حاجه في الحياه العاديه ما فيش اي حاجه جديده خالص. الغريب ان هم بياخدوا اي حاجه هم بيعملوها يقول لك شوف يا جدع الاعجاز العلمي، شوف يا جدع اللي مش عارف ايه، تعالى شوف احنا عندنا بنعمل كذا، ده في هناك اعجاز علمي. طيب هل عشان تقول ان انت عندك اعجاز في شيء، او ان انت يعني تفننت في شيء او برعت في شيء، لازم تكون انت اول واحد عملته. لكن لو في حد عمله قبلك يبقى انت ايه اللي انت عملته غير ان انت نقلته منهم؟ فلو كان في اعجاز فعلا يبقى الكلام ده يرجع الفضل ليه، لاول الناس بدأوا الموضوع. الموضوع الصيام، ايه الجديد في موضوع الصيام؟ يعني هل مثلا قوم محمد اول ناس يصوموا في العالم؟ هل هم الوحيدين اللي عندهم الصيام؟ هل هي الديانه الوحيده التي اتت بالصيام من العدم؟ هل قبل محمد ما كانش في ناس بتصوم؟ فايه الجديد يعني؟ رمضان هو مجرد ان هو عايز يصوم الناس دي، يعني برضه ايه، تبركا ببقيه الاديان، او يعني تمثلا، لان هو كفكر هو فارغ يعني، بيشحت من كل الدين حاجه. هو شاف الجماعه اللي حواليه بيصوموا، ديانات كتير جدا كانت بتصوم قبل اليهوديه والمسيحيه، وقبل اليهوديه والمسيحيه الزرادشتيه وغيرهم من الاديان، وقبل حتى الاديان دي كلها الاديان الاغريقيه كان فيها برضه نوعيات من الصيام. فايه الجديد؟ لا جديد. انا بس بدي، في صديقه مسلم طبعا، عايف لي تعليق على اليوتيوب على الفيديو هذا نفسه اللي عم نسوي فيه الحلقه، في 10 نقاط ذاكرها بدي اقرا لك اياها على السريع. كمان بيقول فوائد الصيام: 1، الصيام يعزز ازاله السموم. كيف يعني بيعزز ازاله السموم؟ شو هي السموم؟ ما بعرف يعني، ما ذكر السموم. 2، الصيام يعمل على راحة الجهاز الهضمي. 3، الصيام يساعد على علاج الالتهابات. 4، الصيام يساعد على خفض مستويات السكر في الدم. 5، الصيام يساعد على زيادة حرق الدهون. 6، الصيام مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم. والله انتم بتجيبوا ضغط الدم. 7، الصيام يحفز خسارة الوزن. 8، الصيام يعزز العادات الغذائية الصحية. 9، الصيام يعزز الجهاز المناعي. كيف يعني الجهاز المناعي؟ 10، الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الإدمان. يا سلام، تعليقك جورج. يعني شر البلية ما يدخل بصراحة. يعني هو ده شر البلية. أولاً عايزين نتكلم عن موضوع الصيام كده من الناحية العقلية، يعني لو نفهم إيه موضوع الصيام، وبعدين نرد على كابتن أبو 10 نقاط ده، نرد على النقاط بتاعته. زي ما قلنا في الأول إن يعني الصيام في الإسلام ما هوش حاجة جديدة، ما هوش اختراع، الإسلام ما اخترعش الصيام، كل الأديان اللي قبله صامت وصامت بطرق مختلفة. لكن عشان كنت بتحدث مع صديق ليا في أستراليا، هو معاه درجة دكتوراه، وبنتكلم على موضوع الصيام ده، فقال لي تعال نبص على الموضوع بنظره تطوريه. في التطور، ليه الصيام، ليه الاديان حتى قبل الاسلام والمسيحيه والكلام ده، ليه الاديان دي كان فيها صيام؟ ليه الانسان اخترع فكره الصيام او انضمها للاديان؟ اكيد في حاجه في التطور، في تطور الانواع، هي اللي حطت الفكره دي في الانسان وخلته تبناها كفكره دينيه. لو بصيت على التطور البشريه،
الطبيعه دايما بتعمل اكستريمز عشان تحافظ على النوع، اكستريمز في كل حاجه يعني، من ناحيه ومن الناحيه الثانيه، الفار اكستريم ده وهنا وهنا وهنا، بتعمل اكستريمز عشان لهدف المحافظه على النوع. واداني مثل بحاجه مثلا زي الخنافس، لما بتيجي تحط البيض بتاعها في مكان معين، في معظم الخنافس بتحط البيض بتاعها في مكان معين في الغابه، 80 90% منهم يحطوا البيض في المكان ده، لان ده افضل مكان للبيض بتاع الخنافس عشان يبقى في بيئه كويسه ويفقس ويفضل النوع يتواصل. لكن في 10% من الخنافس بتروح تحط البيض بتاعها في مكان اقل سيفتي او اقل امان، بعيد عن المكان ده. ايه الهدف؟ ليه الطبيعه سمحت ان ال 10% دول يروحوا يحطوا البيض بتاعهم في مكان اقل امانا؟ لان افترض في يوم ان الغابه اللي هم حاطين فيها البيض دي ولعت، فكده لو هم كلهم حاطين البيض بتاعهم في نفس المكان، النوع ده هينقرض تماما وهينقرض الى الابد. فالطبيعه بتعمل فاريشنز، تنوع بسيط، بحيث ان لو حصل هذه الكارثه ان الجزء الثاني صحيح مش هيفقس كله لان الظروف مش مواتيه، ولكن على الاقل 1 أو 2% منهم هيفقس ويفضل النوع متحافظ عليه، يفضل النوع ثابت. موضوع الاكل بقى، سواء الصيام او الافراط في الاكل، دول تو فاريشنز كبار جدا بيحافظوا على النوع. الانسان القديم اللي كان عايش في الغابه، الجهاز البيولوجي بتاعنا متركب ان هو انت في وقت ممكن، لو انت عايش في الغابه ممكن ما تلاقيش اكل يوم اتنين تلاته. فالجهاز البيولوجي عمل ايه؟ بقى يخزن كميات كبيره جدا من الطاقه في ستورز في الجسم، شويه يحط جلايكوجين في الكبد، ده سهل التكسير وسريع وتقدر تستدعيه في الوقت اللي انت ما فيش فيه اكل في جسمك. بس المشكله هذا المخزون ممكن ما يعديش من 12 ل 24 ساعه. طب بعد 24 ساعه لو انا قعدت يومين ثلاثه مش لاقي اكل، فراح الجهاز البيولوجي راح عامل حاجه ثاني، راح مخزن الطاقه دي في صوره دهون في الجسم، عشان لو هو تعرض لمرحله ان هو بقى له يومين ثلاثه مش لاقي اكل، بعد ما خلص المخزون القليل الجلايكوجين اللي في الكبد ده يبتدي يلف على مصدر ثاني، يكسر منه يحلله ثاني ويرجع مخزون الطاقه ده يستعمله في الوقت اللي هو مش بياكل فيه. ففي حصل في تو فاريشنز كبار، يا اما الفاريشن ان انت بتاكل كتير جدا فجسمك بيتخن وتتملي، عشان لو حصل مجاعه يبقى الجزء الجماعه التخان دول بس هم اللي يعيشوا وقت اطول وكده تقدر تحافظ على النوع. في نوع فاريشن ثانيه، ان لو انت في ناس بتاكل وقت طويل جدا، بتاكل كتير ووزنهم يزيد جدا، لا، نعمل الطبيعه تعمل حاجه ثاني، تخليك تصوم فتره، تصوم كام يوم ورا بعض، فما تتخنش قوي، فالامراض اللي بتاثر على التخان ما تاثرش عليك انت كشخص نحيف. هما الاثنين واجهين لعمله واحده، تطوريا الاثنين واجهين لعمله واحده، عشان لو حصلت مصيبه لده ده يبقى موجود، ولو حصلت مصيبه لده ده يبقى موجود، فيفضل النوع مستمر ولا ينقرض. ففكره الصيام هي في النوع من التطور اللي عملته الطبيعه عشان الانسان لا يصاب بامراض السمنه. وطبعا الانسان لانه بعد ما بدا يوعى على ايه اللي بيحصل حواليه، بدا يحاول يلاقي تفسير لكل الحاجات اللي بتحصل له. فالتفسير ان ايه اللي احنا يعني فكره الصيام دي مقبوله بالنسبه لنا، لانها الطبيعه حطتها فينا بس احنا ما نعرفش، فنعزيها الحاجه بان الاله عايزنا نصوم، او القوه العليا طالبه مننا ان احنا نصوم، او احنا بنصوم عشان نرضي هذه القوه العليا. المشكله ان هم خدوا الموضوع ده بقى تو نيكست ليفل، بعيد عن التطور، اللي هو ايه فكره تعذيب النفس، ان انا اعذب نفسي، ان انا قدامي الاكل بس انا بعذب نفسي عشان ما اكلش. فيعني الانسان يحاول يعلم نفسه ان هو يعني يروض احتياجاته الداخليه، وان هو ممكن يبقى قدامي الاكل لكن انا بس، دي في الهاير سنترز بقى في المخ، يعني مفيش حيوان بيعمل كده، مفيش حيوان يبقى قدامه الاكل وهو جعان وما يروحش ياكل. لكن الهاير سنترز في البيهيفير، تطور البيهيفير خلى الانسان عايز ان هو يبقى ليه هو اليد العليا، ما تبقاش الطبيعه بتتحكم فيه، هو يبقى ليه اليد العليا، هو اللي يقدر يتحكم في نفسه. ده جزء من الحاجات اللي الانسان عمل لها انتجريشن وراح رميها على الدين في الاخر. طيب طيب جورج، اليوم يعني بهالعصر هذا الاكل متوفر، يعني ما في داعي اصلا، يعني مثل ما تفضلت قلت انه الطبيعه، يعني ممكن نحن نتحكم بالطبيعه اصلا، ممكن نحن وصل الانسان لمرحله انه يتحكم حتى بتطور البيولوجي، يعني بغير يعني تعدى مرحله الطبيعه. اليوم الاكل متوفر لمعظم الناس يعني الموجودين على الكره الارضيه، وما في داعي اصلا لهالحاجه لمساله الصيام للتطور البيولوجي. برايك يعني شو الاضرار الجسديه العضويه
زقلناها واحد اثنين ثلاثة، يعني خلينا نفصل منها، ما شرط ندخلها كلها اليوم. نحن حطينا لائحة كاملة، بس ما شرط يعني، وما أظن راح يسعفنا الوقت إنه نحضرها كلها في هاليوم هذا. نبدأ من يعني ناخذ كم نقطة ونحللها، يعني نبدأ من الدماغ وانت نازل لتحت، شو بيأثر الصيام الطويل على الجسد أو أضرار الصيام على الجسد؟ خلينا نقول تفضل. المشكلة إن الأديان خدت فكرة الصيام اللي الطبيعة حطتها وعملت لها قواعد وقوانين، فشوهت الفكرة خالص وضيعت كل الفوائد بتاعتها. يعني الطبيعة كانت عاملاها لسبب السرفايفل، وزي ما أنت بتقول دلوقتي الأكل بقى متوفر وبتاع، ما بقتش دي مأساة كبيرة يعني، أو ما بقتش مشكلة كبيرة بتواجه النوع بتاعنا. الفكرة أساساً كانت في الصيام زي ما قلنا إن أنت تفضل محافظ على وزنك، إن أنت ما تبقاش سمين، فما تجيلكش أمراض السمنة. فعشان دلوقتي انت مش محتاج ان انت تعمل صيام، تسمع عن الناس اللي بيعملوا ريجيم او دايت، ده نوع من انواع الفاريشنز دي، اللي هو بس انت دلوقتي بتعملها بفهم، ما بتعملهاش بس بمجرد طبيعه حيوانيه في نتيجه التطور البيولوجي، لا انت بقيت فاهم ايه تاثير الاكل وايه تاثير السمنه، وعشان ما تسمنش ممكن تعمل ايه. فالناس اللي بتعمل الدايت او الريجيم ده بيعمل نفس فكره الصيام اللي حطتها الطبيعه، وبياخد نفس الفوائد بتاعتها من غير ما يتعرض لاضرار الصيام بالطريقه اللي الاديان نصت عليها. فالاديان نصت على ان انت تصوم، ناخد الدين الاسلامي طبعا لان احنا دلوقتي في رمضان المبارك، نصت على ان انت تمتنع عن الاكل من شروق الشمس الى مغربه، وبعد كده تاكل اللي انت عايزه. فانت دمرت الفكره تدميرا مباشرا، يعني خلاص كده انت، انا قاعد 12 ساعه ما باكلش، وبعدين مره واحده كل بقى، فتبص تلاقي بقى الاكل بقى والسفره المليانه، وبعد كده والكنافه والقطايف والحاجات، كل اللي انا عملته طول اليوم اندثر وتدمر تدميرا، وبتلاقي الناس طالعين من رمضان وزنهم زياده. فانت دمرت الفكره اساسا تدميرا نهائيا يعني، واي فايده لتنظيم الغذاء راح. بالاضافه ان انت السيستم البيولوجي في حاجه عندنا اسمها سرعه الحرق او الميتابوليزم، دي بتبقى متنظمه على حسب كميه السعرات اللي داخله للجسم. لو انت بتاكل وجبات صغيره على مراحل متفرقه من اليوم، يعني حتى فكره ان انت تاكل وجبتين في اليوم او ثلاث وجبات في اليوم كبار، دي فكره سيئه، دي تخليك تسمن، لان انت تاكل مره واحده قوي فالميتابوليزم يقل خالص، وعند انت ممتنع عن الاكل وقت طويل جدا فالجسم يحس ان في مجاعه، فيروح يحاول ان هو يقلل سرعه الحرق على قد ما يقدر عشان يحتفظ بكميه السعرات اللي موجوده، وبعدين تيجي تروح خبطه بكميه سعرات كبيره ثانيه، فانت بتبوظ ميزان السعرات. لكن لو بتاكل وجبات صغيره على مدار اليوم اربع خمس مرات في اليوم وجبه صغيره، هتخلي سرعه الحرق، معدل الحرق بتاعك ثابت، وبتقدر تحرق هذه السعرات اللي انت بتستهلكها، ويفضل وزنك ثابت، او تقدر كمان انت لو عايز تخس تخس، عكس اللي بيعمله الدين. المشكله الكبرى بقى، لان هذا الدين نشا في بيئه صحراويه بدويه قاحله، فدايما يقولوا عليهم اجلاف الصحراء. جلف الصحراء دايما كان ياخد الحاجه، يعني ايه جلف زيه، يعني هو جلف وبيتعامل مع كل حاجه كانها جلف زيه. فهنصوم مثلا، فكره الصيام يروح ماسكها وموديها الى ابعد الحدود، الى اقصى الحدود، اللي هو انت مش بس ما تاكلش، ما تشربش، تشربش ميه، تقعد كده في الصحراء وفي الشمس اللي ناحيه في دماغك دي وفي العذاب اللي انت فيه ده، وتعذب نفسك اقصى العذاب، انت حتى الميه ما تشربهاش لمده 12 ساعه. شيء مدمر تماما لصحه الانسان يعني. وبعدين النتيجه بتبقى ايه؟ يعني انت دلوقتي عطشان جدا طول الوقت، الشمس قويه جدا، الجو حر، وانت جعان وعطشان، هتعمل ايه؟ هتدور لك على شجره ولا حته ظل تقعد فيها طول اليوم، فهتبقى كائن غير منتج بالمره. انت مش هتقدر، لو طلعت وقفت في الشمس وعرقت شويه هتضطر تشرب وهتعطش، وممكن يغمى عليك. لو هيجي لك جفاف ويغمى عليك. طيب هلا هالجفاف هذا، خصوصا نحن هلا بمرحله الصيف، يعني هالجفاف هذا شو بياثر على الدماغ مثلا؟ خلينا نقول على الدماغ، على الدم، على كل هالاشياء هي، شو تاثيره؟ بما انك طبيب جورج تفضل. طيب يعني خلصنا من مساله الاكل، ان انت كده دمرت الفكره نفسها، وبالعكس انت بتاذي نفسك بطريقه الاكل العشوائيه. ندخل بقى على موضوع الميه، وده اهم حاجه. لو بصيت حتى على الناس اللي في دكاتره علاج طبيعي بيبقوا عاملين برامج غذائيه بيقولوا عليها صيام الميه عشان يساعدوا الناس اللي عايزه تخس، بس عمر ما تلاقي واحد منهم عاقل يقول لك تمتنع عن الميه طول اليوم، او تمتنع عن الميه 12 ساعه، او تمتنع عن الميه 3 4 ساعات.
لان الميه حاجه حيويه جدا للجسم طول الوقت، وخصوصا في بيئه حاره او في الجو الحر او في الوقت الحر. الجسم محتاج دايما، الجسم كتلته اكتر من 70% منها ميه. لو انت ما فيش داخل، الكليه بتحاول ان هي تركز البول على قد ما تقدر عشان تحتفظ باكبر قدر من الميه. لكن لو قعدت فتره ما فيش ميه داخله، البول بيبقى مركز جدا، فكل الحاجات المضره اللي في البول او الحاجات اللي الجسم محتاج ان هو يتخلص منها زي البوتاسيوم والصوديوم وحاجات كتير زي كده مش عارف انت لما تدوب معلقه سكر في ربع كوبايه ميه غير لما تدوبها في كوبايه ميه تحلى، بتبقى مركزه جدا. التركيز ده سيء جدا لانه بيدمر خلايا الكليه نفسها، وبيعمل ترسب للاملاح دي جوه الكليه، فبعد فتره بيتكون في حصوات. ده على مدار على مستوى الكليه. على مستوى بقى الجسم نفسه، في عضوين مهمين جدا في الجسم بيحبوا يشتغلوا على الجلوكوز. هو الجسم كله بيحب يشتغل على الجلوكوز، لكن يقدر يشتغل على حاجات تانية غير الجلوكوز لو مفيش جلوكوز متوفر. المخ وخلايا الدم الحمراء. المخ يحب يشتغل على الجلوكوز، وخلايا الدم الحمراء لا تستطيع ان هي تشتغل على اي حاجه تانية غير الجلوكوز. مفيش اي مصدر طاقه تاني ينفع تستعمله. المخ لو ما لقيش جلوكوز بيشتغل على حاجه اسمها الكيتون بوديز. تخيل انت معايا دلوقتي، انت صايم ال 12 ساعه دول، فبدات تستهلك الجلايكوجين الموجود في الكبد فتره. بعد شويه بدات ان انت مفيش جلوكوز، عايز جلوكوز تاني، فبتعمل ايه؟ اول حاجه بيدور عليها الجسم العضلات. يبتدي يكسر في العضلات عشان يحول العضله لجلوكوز يستعمله المخ وتستعمله خلايا الدم الحمراء. فبتنسف العضلات بتاعتك. بعد شويه يبتدي يكسر في الدهون عشان يستعملها. الدهون دي مشكلتها ان انت بعد ما تكسرها بتاخد جزء بتستعمله الجليسرول، بتستعمله كجلوكوز، بيفضل حاجه ثانيه اسمها الكيتون بوديز. دي زباله تكسير الجلوكوز. المخ ممكن يشتغل عليها شويه، لكن هي مضره. لو تسمع الناس اللي عندهم السكر النوعيه الاولى تايب 1 اللي هم بيحتاجوا انسولين طول الوقت، ممكن بيجي لهم حالات اغماء لو هو ما بياخدش الانسولين بتاعه مظبوط، لان الجسم بيكسر الدهون ويعمل حاجه اسمها دايابيتك كيتو اسيدوسس. فحموضه الجسم تعلى جدا، المخ ما بيشتغلش كويس، اعضاء الجسم كلها بتنهار، وممكن الشخص ده لو ما لحقتوش يموت في خلال 24 ساعه. تاثير مدمر. فكل الزباله اللي انت عملتها دي لما كسرت كل الحاجات دي محتاج تدوبها في ميه عشان تتخلص منها. طب ما فيش ميه. انت لو قعدت، لو انت صايم بالطريقه الاسلاميه دي ودخلت قعدت جوه جسمك واتناقشت مع اي عضو فيهم هيسب لك الدين. اشرب شاي. شهوات في رمضان. اشرب شاي. طيب الجفاف هذا برايك بيساوي صداع مثلا؟ صداع هالاشياء هي يعني غير ما قلت يعني انه بيخفف الاتصال بالخلايا المخيه، خلينا نقول خلايا الدماغيه، يعني بيساوي كسول اكثر، بيروح بيقعد له تحت شجره، بيقعد له تحت، ولا بيلاقي له شيء جامع مروحته عم بتدور بنام تحت. شو تاثيره شو علاقه الصيام بالصداع؟ خلينا نقول لما بيحصل جفاف لزوجه الدم بتعلى، والسائل اللزج لما يعدي جوه انبوبه زي الشرايين كده، لو السائل مش لزج قوي سرعه السريان بتبقى طبيعيه، لو السائل لزج سرعه السريان بتبقى عاليه، بيعمل صداع. طب اول اعراض الجفاف الصداع، وبعدين حراره الجسم بترتفع، والحموضه الجسم الاسيدوسس بتاع الجسم بيعلى. كل دي مصايب بتدمر في اعضائك الداخليه وانت مش واخد بالك، وتلاقي ناس كتير جدا بيطلعوا من رمضان عيانين. تأثير مدمر بكل معنى ما تعنيه الكلمة من معاني. يعني أنا مش فاهم فين الحاجات اللي الأخ ده بيرصها لنا، اللي هو يؤثر الصيام بيأثر على بيوطي ضغط الدم. أي نوع من الصيام أولا؟ هل الصيام أولا الصيام بتاعك ده لا ما بيوطيش ضغط الدم، بيعلي ضغط الدم؟ الصيام لما تقعد فترة طويلة يقول لك بيريح الجهاز الهضمي وبيتخلص من السموم. أولا أي سموم يتخلص منها إن أنت ما بتاكلش. فين هي السموم عشان تتخلص منها؟ بالعكس، انت بتزود عدد السموم، لان زي ما قلنا مفيش جلوكوز، فالكبد بيضطر ان هو يكسر الامينو اسيدز بتاعه العضلات، يكسر الدهون عشان يطلع منها مصدر الجلوكوز. فاي عمليه حيويه بينتج عنها مخلفات، فمخلفات الكبد لما يشتغل بالطريقه دي بطريقه اسرع بيكون نسبه سموم اعلى من السموم الطبيعيه اللي انت بتلاقيها في الاكل. الحاجه الاكتر من كده كمان بقى، ان انت
عملت الضغط ده كله على الكبد وعلى الاعضاء الداخليه، ومفيش كميه ميه داخله تدوب فيها هذه السموم. فهو لا يساعد على التخلص من السموم، هو يساعد على زياده السموم، ومفيش طريقه انت بتقدمها للجسم اللي هي الميه عشان يتخلص بيها من السموم. الجهاز الهضمي شغال سواء انت كلت او ما كلتش، ده النوشن اللي عند الناس اللي فاكر معدته او الجهاز الهضمي بتاعه ده اللي هو ايه، تلفزيون مثلا بتدوس على الزرار يشتغل بعدين بتدوس على الزرار يطفي. الكلام ده غير حقيقي، الجهاز الهضمي شغال سواء في اكل او ما فيهوش. كميه البراز اللي بتخرج من الجسم نصها خلايا من الجهاز الهضمي نفسه. فالجهاز الهضمي شغال سواء انت كلت او ما كلتش. المعده مليانه حمض والحمض بتاعه عالي جدا، الحمض اللي في المعده درجه الحموضه بتاعته 1 او 2، البي اتش بتاعه 1 او 2، دي اعلى. عارف الحمض اللي في بطاريه العربيه؟ الحموضه بتاعت المعده تقريبا 3 او 4 مرات درجه حموضه بطاريه العربيه. حموضه حارقه. البفر الاكل افضل بفر ان هو يقلل الحموضه دي. لو انت صايم وقت طويل جدا هيجي لك قرحه في المعده، لان مفيش حاجه تقلل نسبه الحموضه دي. جد بجد جورج، انا والدتي كان صوم اثنين وخميس يعني مثل عادة المسلمين، ومعها قرحة. وبصراحة يعني أنا شفت كثير بمدينتي بحارتي يعني ناس كثير عندها قرحة، وكل الناس اللي عندهم قرحة يعني بشكل من الأشكال بيصوموا بشكل مستمر، يعني مثل ما بتعرف اثنين وخميس هذول اخدينا سكارسة يعني مثل ما بيقولوا. هو بيأذي نفسه زياده، يعني هو انت لو قعدت تصوم بالطريقه دي فتره طويله هيجي لك قرحه، ده اساسي يعني، او يعني على الاقل خالص هيجي لك جاسترايتس، التهاب في المعده من نتيجه ارتفاع الحمض ده، ومفيش حاجه بتقلله. ثانيا الجهاز الهضمي انت ما بتديلوش اكل، لكن هو شغال شغال على الفاضي، فانت ما ريحتوش ولا حاجه. يعني يقول لك بيريح الجهاز الهضمي، انت ما ريحتوش، هو شغال. هو يعني زي القلب لا يتوقف، يعني انت ما بتجيش تنام مثلا فتقول انا هدوس على زرار في قلبي شويه اريحه لحد الصبح. الجهاز الهضمي شغال سواء انت اكلت او ما اكلتش، حركه الجهاز الهضمي ساريه طول اليوم سواء انت اكلت او ما اكلتش. فما فيش هذه ادعاءات باطله اللي هو انا بريح الجهاز الهضمي بتخلص من السموم، كلام فاضي، كلام فاضي تماما. عايز تتخلص من السموم، معلومه طبيه ليك، يعني عايز تتخلص من السموم اشرب ميه كتير. طيب شو بتحلل هدول الاطباء الخصوصي بيطلعوا على التلفزيون مثلا وببرك بفتوا لك الصيام صحة والصيام ما بعرف بطيخ والصيام يا زلمة صرعونة، تقول محمد كان طبيب ده متخرج من أكسفورد حط الصيام للمسلمين بيساووه، يعني مو طبيب بيساووه بروفيسور في الطب يعني. فشو رأيك بالأطباء هذول اللي بيطلعوا بيضحكوا على الناس يعني للأسف الشديد؟ المشكله ان هو بيستغل، لو هو طبيب فاهم فعلا بيستغل سذاجه الناس، ان هو بيقول بس مصطلح الصيام بس، ما بيقولهمش اي نوع من الصيام، اي نوع من تنظيم الاكل، ما بيقولهمش ان الصيام بتاع رمضان بالشكل المكتوب عنه في الاسلام ده صيام مدمر. هو بيتكلم عموما على الصيام اللي هو تنظيم الاكل، تنظيم الوجبات، تنظيم نسبه الدهون في الجسم. هو بيتكلم على النقطه دي، لكن ما بيقولكش ان هو بيتكلم على النقطه دي. فانت بتفترض ان هو الصيام بتاع رمضان اللي احنا بنصومه طول اليوم، ونيجي اخر اليوم نضرب صينيه الكنافه وطبقين الفول وبتاعه فهو ده نصب، ده نوع من النصب. ثانيا بص على السبوبه جايه منين، هتفهم على طول. يعني هو طالع مثلا، مش طالع اتحدى اي واحد من دول يطلع في يكتب الكلام ده في بحث وينشره في هارفارد مثلا، لا يمكن. لكن ممكن يطلع في قناه الناس، قناه الرحمه، قناه المسحلون بتاع، عادي بقى، مفيش مشكله يعني، في سبوبه وبيدفع لهم وتمام. زي كان قبل كده لو تفتكر في الثلاثينات، في العشرينات والثلاثينات، موضوع السجاير كان بيعملوا عليها اعلانات ان السيجاره دي حاجه مفيده، وكان بيجيبوا اطباء يدفعوا لهم فلوس ويطلع في برنامج يقول السيجاره قاعد بتكح اشرب سيجاره، السيجاره دي حاجه مفيده، احنا جينا لقينا الهنود الحمر بيشربوا سجاير وصحتهم حلوه. او طبيب نصاب مدفوع له قرشين وبيطلع يقول الكلمتين النصب وخلاص. بالضبط بالضبط، يعني هنا كمان الاطباء المسلمين يعني حديث المعاريض ما هو بعيد عنهم بصراحه، يعني ف بيقول لك كله في سبيل الله، يعني جهاد في سبيل الله، مثل ما بيساوي زغلول هذا بهلول النجار وامثاله يعني. طيب جورج، خلينا ناخذ في شغله كثير مهمه، يعني هلا في حوامل بيصوموا، يعني بتعرف انت الجنين هذا بده تغذية مستمرة، يعني لو خصوصا الحامل بيكون عنده شراهة على الأكل لتغذية الجنين.
شو أضرار الصيام الطويل هذا على الجنين وعلى صحة الحامل بالذات يعني؟ تفضل. طيب الجنين هو يعني لو عرفته تعريف كده من غير تجميل ولا اي حاجه، الجنين هو آفة داخل جسم الام، كأن انت عندك دوده في جسمك، هو ياخد الغذاء اللي هو محتاجه سواء الام كلت او ما كلتش، هو مش غلوش، هو بيدخل له دم وبياخد الغذاء بتاعه، سواء هي بقى كلت جعانه ما كلتش عندها سوء تغذيه، هو ما يفرقش معاه، هو بياخد الغذاء بتاعه اللي هو عايزه محتاجه لتكوين جسمه، فده بالتالي بيشكل خطر على صحه الام نفسها، لان الام ممتنعه عن الاكل لوقت طويل جدا 12 ساعه او 11 ساعه او ايا كان، وهو عمال يسحب بياخد الغذاء بتاعه، هي نفسها بتضعف وبتجي لها مشاكل سوء التغذيه. المصيبه الاكبر بقى موضوع الميه. الحامل الدم بتاعها، حجم الدم، كميه الدم اللي موجوده في جسمها بتزيد تقريبا الثلث وقت الحمل. بتجيب منين الكميه دي؟ بتجيبها من الميه. لو مفيش ميه، لو هي ما بتشربش طول الوقت، دي مصيبه سودة. فسرعه سريان الدم، حجم الدم نفسه بيقل، الضغط رهيب جدا على الكليه بتاعتها طول الوقت عشان تحاول ان هي تبريزرف الميه ديت، تحاول ان هي تحافظ على كميه الميه، ما تنزلهاش في البول، فزي ما قلنا ده يعني شيء مدمر، لان الكليه بتتعب جدا وبتعمل مجهود رهيب وبيترسب فيها كميه املاح كتير جدا، لان مش مفيش ميه تذوبها فيها. لو حجم الدم بتاعها قل، ليه حجم الدم بيزيد كده عند الام؟ لان الاوعيه الدمويه بيحصل لها فازو دايليشن، بتوسع عشان يبقى فيه سريان الدم سهل وسريع ناحيه الرحم ناحيه الجنين. لو انت الميه اللي في جسمك قليله فبيحصل فيزو كونستريكشن، ضغط الاوعيه الدمويه دي بتضيق جدا عشان تحافظ على سرعه السريان، عشان الدم يوصل للمخ عشان ما يغماش عليها ويوصل للاعضاء الحيويه، يوصل للقلب. لو عملت انت الحركه دي مصيبه سودة، لان الجنين في الرحم محتاج دم طول الوقت بيغذيه، لو قفلت انت الشرايين دي كميه الدم اللي هو محتاجها مش واصله له، وبعدين هو محتاج ميه طول الوقت، الجنين يسبح في بحيره ماء بيقولوا عليه الامنيوتيك فلويد، لو الامنيوتيك فلويد ده قل، جدار الرحم بيطبق عليه، فلو الام عندها جفاف وما بتشربش، الامنيوتيك فلويد ده قل، تخيل الجنين ده مثلا في مرحله ايه، شهرين ثلاث شهور، جدار الرحم قفل عليه، مفيش كميه الفلويد دي، ممكن تشوه وشه، ممكن تشوه عضو من اعضائه، دي حاله مشهوره يعني. الامنيوتيك فلويد ده لما بيقل بيقولوا عليها اوليجومنيوز، ممكن تؤدي الى تشوه وش الجنين، او الحاجات اللي جدار الرحم بدل ما هو منفوخ بالميه والطفل عايم فيها يلزق عليه لان مفيش ميه، يشوه وشه، يشوه ودنه، يشوه دراعه، يشوه رجله. فحرام عليك يعني، لو انت عايز تاذي نفسك ما تاذيش جنينك، لان هو ملوش ذنب، هو ما ولا يعرف محمد ولا يعرف الاسلام ولا يعرف الصيام ولا ليه دعوه بالكلام ده كله، هو جنين عايز يطلع للحياه، فيعني اديله اللي هو عايزه، وبعدين انت بصومي بعد ما تولدي انت حر يعني. يعني انا راح اتوقف هون. في عندنا الاضرار النفسيه، انا يعني افضل انه نسويها الحلقه الاسبوع القادم جورج. في كتاب انت حدثتني عنه، يا ريت تحدث الجمهور عن هالكتاب هذا، ومثل ما بقولوا مثل ما قلت انت، انا راح احط اللينك كمان تحت الفيديو لسه ما حطينا، لانه حكينا بهالكتاب هذا بصراحه، انا نسيت تفاصيل الكتاب اللي حكيتني فيه، انا مخي شوي يعني ما هو زياده، فيا ريت تحدثنا عن الكتاب هذا، وانا راح اشوف تعليقنا، وفتحت السكايب لاصدقائي، ممكن اي اتصالات استقبلها حالا، واسئله راح نجاوب عليها مع الاخ جورج، فيا ريت تحدثنا عن الكتاب شوي وتفاصيل الكتاب هذا. تمام. هو في مصطفى محمود كان كتب كتاب زمان اسمه حوار مع صديقي الملحد، ولو قريت هذا الكتاب يعني اتى فيه بالكثير والكثير من عمليات النصب في الموضوع ده، واتكلم عن حاجات كتير بقى، منها التطور والوجود الاله وايات من القران والاعجاز العلمي وحاجات كتير يعني. فصديقي هو يحمل درجه الدكتوراه، يعيش في دوله من الدول الغربيه الكافره الملحده الصليبيه الصهيونيه، الف كتاب اسمه حوار مع استاذي المؤمن، فند فيه كل الادعاءات اللي اتى بها مصطفى محمود في كتابه هذا. والكتاب يعني رائع جدا، انا قريت بعض الفصول منه، والكتاب يعني اكثر من رائع، رد على نقاط كتير جدا من اللي بيستغلها
الناس دلوقتي نتيجة اللي قاله مصطفى محمود بيستغلوها في الدعاية لهذه الأفكار الحمقاء. رد على أفكار كتير جدا، منها الكتاب رائع اسمه حوار مع أستاذي المؤمن، ويعني دلوقتي هو في مرحلة هو نشره في موقع أونلاين، لكن في مرحلة إن هو بيحاول يبحث عن دار نشر في مصر عشان ينشره ككتاب ورقي. قريب جدا يعني هينزل الكتاب في مصر بالطريقة دي، اسمه حوار مع أستاذي المؤمن. آسف آسف أصدقائي، شكرا كثير. أنا بحط التفاصيل الكتاب كمان تحت الفيديو أصدقائي، ويعني بتمنى كل الأصدقاء يعني يشوفوه ويتابعوا الكتاب هذا وتفاصيل الكتاب. على كل، في عندي سلام خاص لك جورج من معد البرنامج ملهم عبود، قال لي هذا الرجل أنا أحبه جدا جدا جدا. طبعا هذا كمان بيعبر عن حبي لك جورج، ف سلام يعني سلام خاص لي. تسلم تسلم، فرد له السلام يعني لما يشوف جانا تعليق اظن، او عم بيقول تحية لكل محبي البرنامج اولا ولجورج، وحشتنا كثير ولك عزيز، ولك عزيزي جان من امين جزائر، جزائري كافر. اهلا بك بكل الكفار اخي امين. طيب في عندي سؤال لك جورج من ابو مبارك، بيقول سؤال لجورج: لماذا القنوات المسيحيه تعمل لقاءات مع الملحدين من خلفيه اسلاميه رغم انهم لم يعتنقوا المسيحيه؟ اليس هذا افلاس منهم، دليل على ان هدفهم كره الاسلام بغض النظر عن المله والفكر أو الفكر الذي تعتنقه؟ يا صديقي، دعنا لا نحجر على الناس، يعني أي إنسان له الحق في الظهور في أي مكان، وأي إنسان من حقه يتكلم عن أي قضية. يستضيفه ملحد من خلفية إسلامية، يستضيفه ملحد مش من خلفية إسلامية، هم يعملوا اللي هم عايزينه. أنت ما عندك فكرة مختلفة اتفضل، يعني ما حدش مأيد حريتك ولا حد مأيد. بلاش إن إحنا نعمل حجر على الناس أو ننتقد التعبير. انا دي حاجه مقدسه عندي ومقدسه عند الشعوب الغربيه، حريه التعبير، اتكلم في اللي انت عايزه طالما انت ما بتاذيش حد. فهم دي طريقتهم او ده افلاس منهم او ايا إن كنت انت عايز تسميه، تمام. عايز تعمل حاجه مختلفه اتفضل. يعني جان استضاف واحد من خلفيه مسيحيه، هل جان مثلا هدفه هدم الاسلام فقط؟ لا، سنهدم جميع الاديان يعني، والله وفقنا الله لما فيه خراب دينه. فما فيش مشاكل يعني انت استضيف انت واحد من خلفيه مسيحيه وتحاور معاه، اتفضل، الساحه مفتوحه يعني، مفيش تقييد يعني يا. طيب انا خليني اجيب يعني مثل ما قلت، خلينا الاضرار النفسيه، يعني خلينا نرجع الاضرار النفسيه بما انه اصدقائنا ما اتصلوا، فنرجع شوي ناخذ من الاضرار النفسيه، يعني الاضرار النفسيه للصيام. شو برأيك الأضرار النفسية ممكن تكون؟ الموضوع يعني متاخد بطريقة غريبة جدا، واللي هو انت ايه يعني لازم تصوم، ولو ما صمتش بقى واحنا نقف نراقبك وبتاع، وانت حاسس طول الوقت ان انت حتى ما بتعملش حاجة لفايدة جسمك، او ما بتعملش حاجة روحانية او بتاع، انت بتعمل حاجة لإرضاء المجتمع. وبتلاقي يعني حالات كتير جدا ان واحد مش صايم بس في الشارع صايم، ونصب بقى كتير، ويعني حاجه بتفشي في المجتمع الرياء. بيبقى عندك مجتمع مرائي، واحد واكل وشارب في البيت ونازل في الشارع اللهم اني صايم، وتيجي تتكلم معاه لا ما تتكلمش معانا عشان انا صايم وبتاع، شيء مقرف يعني، وبينشر الرياء في المجتمع. انت بقى كواحد صايم انت يعني تعطلت تماما، كل حاجه فيك تعطلت، يعني انت قاعد صايم وحران وتعبان ومش قوي وعطشان وظروفك زفت، يعني هل هتقدر مثلا تشتغل؟ هل هتقدر تنتج في اي حاجه؟ هل تقدر تروح تحضر محاضرة أو تذاكر أو تعمل؟ مش قادر. فأنت قعدت شهر في حياتك، شهر كامل في السنة، يعني السنة فشل 12 شهر بس، ضيعت منهم شهر ما بتعملش أي حاجة خالص غير إن أنت قاعد طول النهار بتحاول تنام، أو تحاول إن أنت تهرب من المأساة اللي أنت فيها، وآخر الليل بتقعد تلوغ وتحش عشان الليل الساعتين ثلاثة اللي أنت الكام ساعة اللي أنت ما بتاكلش فيهم. اتفضل جاي. في معنى اتصال من سال، اظن سال او شو قصه الاتصالات هاي، في جانا وسال معنا اظن، فانا
راح ارد على سال. تفضل سال. تسمعني يا سيدي؟ اسمعك كليرلي، تفضل. What a day, what a day. Two of my favorite people. حبيب قلبي. شكرا لك حبيبي first على for bringing awesome jobs to our show. تسلم يا طيب. اشكرك سال. شو ما عندك؟ كرش. لا عندك كرش، انا شفتك بسحبه كمان. يو نيد نظارات اشوف زين، اشوف زين. تفضل سعد. دكتور جورج حبيبي، I am one of my first influences here, Dr. George Paul. Thank you for showing up again. اشكرك. Thank you so much. I would be happy to. Are you there? I'm going to go. He will be happy to to do the show with you. عم بيقول لك بيكون سعيد اذا طلع معك، يعني ما في اي مشكله وهو راح يطلع معك. Great. My account, I can't reach my account. Please exchange John, my both accounts. سأل حبيبي، سأل بما انه جمهورنا كله بحكوا عربي، يعني يا ريت تخليك بالعربي مشان يفهموا المشاهدين يعني. بعد اذنك. أشكرك. تابعتك كثير، ويعني خدمات إنسانية كثيرة قدمتها للشعوب البائسة. مؤخراً الشهر الماضي بديت في برنامج جديد، وبدي أوصل رسالة بالإنجليزي للغرب ولخاصة الأمريكا اللي عايشين فيها أنا. وصراحة دعيت يعني على عن طريق جان وإسماعيل، دعيت متكلمي الإنجليزية لكن لحد الآن لم يظهر راحة، فأمد إليك ذراعي بالمساعدة. حاضر، من أنا الاثنين. سأل عم بيقول لك حاضر من عناية الاثنين. جورج عم بيقول لك حاضر ومن عيونه الاثنين، يعني مو عين واحدة، يعني تصور. يسلم عيونه، يسلم عيونه. باي ذا واي، احد المستمعين حكى اي لاف يو جورج، اي لاف يو از ويل جان، اي لاف يو، اي لاف يو تو بيبي. شكرا. اي جاست ونت تو بليز جان اون ماي اكاونت تبع بوث اثنينهم. اكيد انا راح اعطي سكايب لجورج اكونتك سكايب. سوري انا اسف، استخدمت وقتكم لانه الاكونت الرئيسي اللي كنت معجون اتصل فيه سكر، يعني بعد اسبوع اعتقد يفتح. شكرا لكم. ماشي حبيب، سلام. راح اعطي لجورج اكونتك وبتصل فيه. شكرا كثير سعيد. شكرا كثير. شكرا. شكرا حبيبي. انا بتمنى جانو يتصل فينا اذا حب. انا اسف جانو لانه ما قدرت اخذ اتصالك. في عندي سؤالين هون اظن من الاخ حسن، اظن هو. تحيه للجميع، تحيه الى الاخ جورج والى الاخ العزيز جان. سؤال بصراحه على شقين او محورين. السؤال الاول، هل الطب وعلم النفس وعلم الأعصاب استطاعوا فك لغز الوعي الوحدة؟ سلوبيزم، بصراحة أول مرة بتعدي علي المصطلح هذا. سلوبيزم أظن. السؤال الثاني، هل العلم استطاع بناء خلية حية من مواد معدنية جامدة غير حية وغير حيوية؟ تفضل. طيب الجزء الاول، ما فيش حاجه في الطب بتوصل للنهايه، يعني في دايما ابحاث متواصله، ما زالت الابحاث متواصله لاحتواء فكره الوعي او تفسير فكره الوعي تفسير كامل.
في ابحاث كان الموضوع ده دايما بيفكرني بالجماعه اللي هم خبره ما بعد الموت او خبره اثناء الموت، اللي هي بيقولوا عليها بالانجليزي نير ديث اكسبيرينس. ناس كتير بيطلعوا يقولوا انا مت، ومت نص ساعه ولا مت ساعه، وشفت بقى البرايت لايت والتانل فيجن ومش عارف ايه. علم الاعصاب توصل لتفسير الموضوع ده، وسهل جدا. في فيديو ممكن نبقى احط اديه اللينك الجان على يوتيوب وممكن ينشره، بيوضح وبيفسر بالتفصيل وبصوره سهله وسلسه ازاي الطب علم الاعصاب عرف يتوصل الموضوع ده تفسيره ايه وازاي بيحصل. فكون ان الطب وصل طبعا الطب وصل لمرحله كبيره جدا، وما زالت الابحاث جاريه يعني، وان انت توصل لحاجه نتيجه ابحاثك غير ان انت حد يقول لك هي كده عشان الهك قال كده، فده مش رد. الجزء الثاني عفوا الجزء الثاني عم بيقول هو هل الانسان وصل لصناعه خليه حيه يعني مثلا. بس خليني اقرا السؤال بشكل صحيح. الطب عرف يعمل خلايا حيه يعني في المعنى مواد جامده قصده، يعني ما هو انه من خلايا جذعيه مثلا ياخذها ويساوي اشياء، ولكن من مواد جامده. هو السؤال اللي عم بيقول هل العلم استطاع بناء خليه حيه من مواد معدنيه جامده غير حيه من غير وغير حيويه؟ ما تبقاش خليه حيه يعني حتى يعني التفسير الطبيعي لكيف نشأت الحياة على الأرض لازم يكون فيها أمينو أسيدز، ولازم يكون فيها حاجات حيوية زي الكربون مثلا. يعني معظم الحياة على الأرض متكونة من الكربون، وهذه مادة عضوية. فإزاي أنت يعني عايز تجيب حاجة غير عضوية وتعمل منها خلية حية؟ مش هتبقى خلية حية، هتبقى خلية غير حية. بصير هو روبوت، روبوت بصير يعني ما في مشكلة. بس هو الإنسان سوا على خلية روبوتية خلينا نقول. طيب في معنى اتصال من الاخ احمد دنانه. اخي احمد تفضل، اسفين على التاخير. لا لا ما فيش حاجه، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا دكتور جورج؟ ازيك احمد، اخبارك ايه؟ تمام ماشي الحال. الحقيقه انا قلت بقى دكتور جورج استضافه جانا النهارده، فاحنا عايزين نستغل النقطه دي ونسالك سؤال يخص رمضان والصوم والصلاه. ما طبعا الصلاه مصر دلوقتي بيقول الدعوه والصيام ده مفيد لجسم البني ادم يعني. انا عايز اعرف منك كدكتور يعني، انت دارس بقى جسم الانسان، هل في اي فوائد للصوم يعني، ولا الناس دي بتقلها، ولا ايه الوضع؟ بس انا عايز اعرف. ماشي يا احمد، شكرا. يعني لو رجعت للحلقه من الاولها، احنا اتكلمنا عن انواع الصيام وايه الصيام المفيد وايه الصيام المش مفيد. وبالنسبه للصلاعمه، الصيام الصلعمي هو صيام غير مفيد بالمره. Full stop, no other words. يعني مش محتاج ان انت تتكلم بقى كتير. هو الصيام بالطريقه الصلعميه دي ده صيام مضر للجسم، ومش محتاج نقاش في اي حاجه. واي طبيب حديث التخرج حتى، او حتى لو في سنه ثانيه او ثالثه طب، يفهم الكلام ده، ان الكلام ده مضر جدا. لو دارس بس علم الفيزيولوجي من غير ما تعمل اي حاجه، الصيام بالطريقه دي والامتناع عن الميه لمده 12 ساعه دي حاجه مدمره ومفيش نقاش. اي حد ما عنده كلام غير كده يبقى داخل في ايه، في سبوبه او في حاجه ورا الموضوع. جورج، في الأخ المسلم اللي بعت لي العشر نقاط هاي، يعني ممكن بس تقول لي الصيام يساعد على خفض، لا سوري، الصيام يساعد على علاج الالتهابات، يعني كيف ترد عليه هذا؟ هو الكلام نفسه كلام مضحك يعني. يعني ايه اولا، ايه هي الالتهابات واي نوع من الالتهابات؟ هل مثلا في حاجه كده اسمها الالتهابات بس؟ هي التهابات فين، او ايه نوع الالتهابات دي؟ هل الالتهابات دي نتيجه اصابه بكتيريه، ولا التهابات نتيجه خلل في جهاز المناعه، ولا التهابات نتيجه ايه بالظبط يعني؟ فازاي الصيام بيساعد؟ اتفضل. يعني مثلا الالتهاب باصبعتي اليمنى، مثلا باصبعتي باليد اليمنى، احدى الاصابع اليد اليمنى، فكيف الصيام يعني على وقت تشرح لنا يعني كيف الصيام سوف يساعد على شفاء اصبع اليمنى؟ المثل يا صديقي، بس يعني بحب استعمل المثل ده دايما، يعني ايه بينطبق عليهم، يقول لك ان لم تستحي فافعل ما شئت، وان لم تستحي فقل ما شئت. لو انت
بتهرتل هرتل بقى يعني، اللي هو انت مش مكسوف من حاجه، او ما لا 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 يوجد هناك قاعده بتردعك، ليس لك رادع، فقول اللي انت عايزه بقى يعني. قف قف هنا، قف هنا، في عندي يعني شغلة كتير مهمة. بدون ضحك يا شباب، بدون ضحك أرجوكم، يعني الصيام يعزز الجهاز المناعي. جورج أنت طبيب، وأرجوك يعني خليك بلب الموضوع، يعني يعني ممكن للشاب تعزيز الجهاز المناعي، تفضل. ممكن يشرح لنا ازاي، يعني ايه الفكره اللي هو باني عليها هذه الادعاءات؟ لان هي دي لا تتعدى مرحله ان هي هايبوثيسز او ادعاءات. انت بتدعي يا صديقي ان انت الصيام يساعد في شفاء الاورام او الالتهابات، ولا مش عارف ايه نوع الالتهابات. يعني الالتهابات دي مظله كبيره جدا تندرج تحتها 50,000 نوع للالتهابات. فازاي مش عارف، يعني مش ان انت تمتنع عن الاكل والميه ازاي ده يقلل الالتهابات؟ انا مش عارف، ومفيش اي تفسير طبي اللي انت بتقوله ده. لو عندك دليل يا صديقي اتفضل قدمه ونتناقش فيه علميا، لكن مجرد انك تيجي ترمي الدعاء وتمشي يعني خلاص، يعني ارمي وامشي وما توجعش دماغك. الحاجه الثانيه المناعه، هل تعلم كيف اعمل الجهاز المناعي؟ يعني هل الجهاز المناعي ده مثلا هو مجرد جهاز واحد واقف كده بيعمل مناعه؟ يعني الجهاز المناعي ده فيه 50,000 نوع من الخلايا، فيه البي سيلز والتي سيلز، وكل نوع بيتصرف بطريقه مختلفه، وكل نوع ليه دور. فايه علاقه ان انت ما بتاكلش وما بتشربش باي واحد منهم؟ يعني طب قول لنا حتى اي نوع من الجهاز المناعي، اي نوع من الخلايا المناعيه، وازاي ممكن تشرح لنا ازاي؟ لان كل اللي انت بتقوله ده هو عباره عن هرتله فارغه. طيب، شكرا جورج، شكرا. على كل حال معنا صديق عزيز كثير على قلبي بصراحه، و هو يعني مصيف لبس صيفي، ما في مشكلة. معنا الأخ أحمد حرقان، تفضل أخي أحمد. أهلا جورج. حبيبي يا أحمد، والله يوم جميل اليوم اللي بشكر فيه يا جورج. أشكرك حبيبي، تحية كبيرة ليك يا أحمد. أنا مبسوط جدا من البرنامج اللي أنت بتعمله، مجهود رائع يعني. وفقك الله لما فيه خراب دينه يا احمد. اللهم امين. طيب خلينا نسوي مشاركة للأخ أحمد. تفضل أخي أحمد. تفضل الميكروفون معك. احمد صوتك شوي ما هو مسموع، لو بس تحط الميكروفون جنب تمك مشان نقدر نسمع. تفضل. اسال يعني جورج، يعني انت ممكن نقعد الجهل والخرافه، وامتى وازاي ممكن نقرب الميعاد؟ ازاي ممكن نقرب؟ ممكن نعمل انت قايم بالواجب وزياده يا احمد. لا يعني مش قايم بالواجب ولا حاجه، بس كلنا على مع بعض يعني ازاي ممكن نطور وسائل اصلا تخلص الناس بدري الناس دي يعني. احنا زهقنا صراحه. احمد يعني بصراحه انت قائم بمجهود جبار، وانا بتشكرك كثير على المجهود. ويعني مثل ما شفت سوينا دعايه لبرنامجنا الجديد، راح نسوي برنامج الاتجاه المشاكس. أكيد. بس بدنا منك أحمد، الأصدقاء المسلمين بيطلعوا معك كمان يعني علوا يراسلونا حتى ننسق معهم ونقدر نسوي حلقات مثلا شخص لشخص. أكيد. أنا طبعا بشكرك كثير أحمد على الإطلالة الجميلة الرائعة بصراحة، أنا كثير انبسطت بإطلالتك، وبتمنى تكون ضيف مستمر على برنامجنا. أنا متابع مستمر للبرنامج بصراحة، بس يعني أي حلقة فيها شورت ما أقدرش. أكيد هو صار ضيف أسبوعي عنا.
اكيد اكيد اكيد. انت كمان جميل. تسلم يا طيب. بصراحه انا كثير كثير فخور فيك وفخور بجورج وشباب مثل الورد مثل ما بقولوا، وعلى ايدكم ان شاء الله سيهدم دين الله. ماشي حبيبي، ماشي، يلا سلامات. طيب انا اظن في عندي تعليق او لا، اروح اشوف بس الصفحة اليوتيوب اذا في اي تعليق جديدة. انا ماني حيطلع، مو مشكلة. على كل خلينا نروح على جورج. بس في شغلة هيك، شو تعليقك على حبس المفطرين علنا بشهر رمضان؟ يعني اللي واجبار المطاعم هدول يسكروا كثير دول إسلامية، يعني سمعنا حتى بتونس صار في هال يعني بصراحة سخافة، يعني ما بعرف شو تعليقك عليهم، يعني انه ممنوع، بما انه المجتمع مسلم ممنوع انت تاكل قدامنا. يعني هي نفس فكرة قانون اصدار الأديان، نفس الفكرة، يعني اللي هو الدولة بتتوهم او بتاخد على عاتقها فكره حمايه الاله، وبيناقضوا تماما كل حاجه بيقولوها. هم بيقولوا لنا ان الاله هو الكبير وهو اللي خلقنا وهو اللي هيز لوكينج افتر اس، يعني هو اللي بيحمينا وبيهتم بينا، ولكن بتلاقي التصرفات هي العكس. التصرفات ان هم اللي بيحاولوا يحموه، هم اللي بيحاولوا يحموا افكاره ويحموا دينه ويحموا تصرفاته ومعتقداته. فليه الدوله بتاخد على عاتقها ان هي تحمي الدين؟ المفروض ان الدين ده اعلى من الدوله واكبر من اي حاجه. يعني ليه انت كدوله بتاخد على عاتقك ان انت تجبر الناس على اداء شعيره من شعائر الدين؟ ما تخلي يا اخي اللي عايز يصوم يصوم واللي ما يصومش ما يصومش. ولكن هو ده الرياء اللي الاديان اتت بيه والاسلام بالاخص اتى بيه للمجتمعات دي، زي المجتمعات المنكوبه، ان يخلي الدوله المرائيه لدرجه ان هي بتحمي الاله وتفرض على الناس ان هم يصوموا سواء عايزين يصوموا او مش عايزين يصوموا. يبقى انت كده افسدت الفكره كلها. يعني انت الموضوع لو موضوع روحي وهو الاتصال بالاله وكل هذه الخزعبلات، يعني فما تخلي الناس تصوم براحتها وتصوم بالطريقه اللي هي عايزاها. ليه انت بتجبر الناس انها تصوم؟ وبعدين بعد ما اجبرت الناس انها تصوم، ايه الفايده دلوقتي؟ يعني ايه ما تجرحش مشاعري؟ يعني دي حاجه بتستفزني جدا في الجماعه الصلاعمه. يعني امبارح احمد كان مثلا في البرنامج، واحد من الجماعه الصلاعمه اتضايق جدا ان هم بيقولوا كلمه صلاعمه، وقال لك لازم تحترموا مشاعرنا ولازم تحترموا مش عارف ايه، وانكم تعلنون حربا الكترونيه فالى الجاد. انت هل انت دماغك فاضيه وانت دماغك صغيره لدرجه ان انت كلمه بتستفزك؟ وبعدين لو الكلمه دي بتستفزك، هل ما بيستفزكش قتل الاطفال؟ هل ما بيستفزكش اغتصاب النساء؟ هل ما بيستفزكش جواز الاطفال تحت سن 8 سنين كما فعل رسولك؟ هل كل الحاجات دي ما بتستفزكش؟ ده انت تبقى جبله. وبعدين جاي في الاخر اللي بيستفزك ان واحد قال لك صلعم، او واحد ماشي ماسك سندوتش في الشارع او بيشرب كوبايه ميه، هو ده اللي بيستفز؟ ده مشاعرك مرهفه للدرجه دي؟ لكن لما تيجي لحاجه كبيره، ناس تتقتل في اورلاندو، الجدع اللي دخل خسر قتل 50 واحد في ليله واحده، ده ما بيستفزكش؟ ده عادي، يعني القتل والدماء بالنسبه لك عادي، مشاعرك المرهفه ما بيهزهاش الكلام ده. لكن بتتهز لما تلاقي يا عيني مشاعرك المرهفه الطيبه، يا عيني واحد مفتري ماشي ماسك ازازه ميه، ايه اللي افترى ده وانا صايم؟ جورج، في شغله هون، يعني اليوم هلا الدوله هي الدوله اللي راكده ورا هالمفطر هذا، وتمسكه تحطه بالسجن ولا تعاقبه باي عقوبه حتى كانت خفيفه حتى تعزيريه شو ما كانت تكون، رجال الدوله هدول ما بيفكروا انه لك؟ بالعكس لازم يشجعوا الناس انه يفطروا، لانه اذا صاموا راح يقللوا الانتاج، العالم صارت كسوله، العالم ما عم تشتغل. اعطيني رايك، يعني شو هالتناقض هذا يعني الدوله هي عم مثل بيقولوا الدبور ناوي على خراب عشه، يعني بوز على خراب عشه، يعني كيف تفسرها؟ يا ريت تعطيني رايك جورج، تفضل. فاكر لما قلنا الحلقه اللي فاتت ان الجماعه بتوع الدوله دول ما هبطوش علينا من الفضاء؟ يعني اي دوله، الطبقه اللي بتحكم الدوله دي ما هبطتش على الدوله دي من الفضاء، هي نتاج نفس الفكر ونفس الثقافه ونفس الحضاره. فلو كان عندك النتاج المصدر قذر، فالنتاج مش هيبقى افضل كثيرا. يعني السكيت دي سكيتسوفرينيا، يعني انت فعلا بالعقل
لو انت بتفكر بالعقل يعني والمنطق، من مصلحة الدولة ان الناس تفطر عشان فعلا الانتاج ما يقلش، لكن الدين بيحول الناس الى مسوخ بلا عقل، هو مسخ ينفذ التعليمات الالهية وينفذ التعليمات الدينية بدون تفكير وبلا عقل، فهذه هي النتيجة. ما إذا تتوقع يعني اذا كان الدين حولك الى مسخ تنفذ حاجات انت حتى يعني حتى لو ضد مصلحتك بس برضه هتنفذها. للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني بصراحة دولة ما بعرف الدولة يعني هلا مثلا خلينا نقول الجرائم، يعني بنعرف الجرائم بتكتر في رمضان، يعني بصراحة الاستفزاز السريع والغضب السريع، يعني ياما شفنا مثل ما بقولوا مشاجرات وأشياء هيك من القبيل هذا. برأيك الصيام هذا نفسيا بيأثر نفسيا حتى الإنسان يصل لمرحلة إنه يرتكب جريمة كمان بدون وعي، يعني حتى بردة فعل سريعة بيرتكب جريمة، هل من المعقول هالحكي هذا؟ طبعا في على الكليه، في غده فوق الكليه اسمها السوبرا رينال جلاند، او بيقولوا عليها الادرينال جلاند، دي بتفرز ماده الادرينالين وبعض المواد الاخرى. الادرينالين ده هدفه ان انت لما تكون في وقت ستريس، في وقت ضغط او في خطر او حاجه، بيحطك في الفلايت فايت اور فلايت مود. دي برضو حاجه تطوريه نفعت الجنس بتاعنا ان هو يتعايش، وفي حيوانات كتير جدا عندها نفس الغده وبتفرز نفس الماده، بتساعده ان هو لما يتحط في موقف صعب يا اما يحارب يا اما يجري. انت لما انت بتكون صايم ده بقى يعني الغده دي ما عندهاش عقل، ما بتميزش ان انت دلوقتي انا ستريسد بسبب ان انا في حيوان هياكلني او ان انا جعان او عطشان، الاثنين يعتبروا بالنسبه للجسم ستريس، هو ضغط عالي، فالغده دي بتفرز ادرينالين عالي جدا، فانت بتبقى طول الوقت مؤهب للخناق، مؤهب للتدمير، مؤهب لان انت تعمل مشكله، لان الغده دي مش فاهمه ان انت في حاله صيام، لا الغده دي فاهمه ان انت في حاله ستريس دلوقتي. فاللي بيعملوا الصيام بالطريقه العشوائيه اللي هم بيعملوها دي، ان انت ممتنع عن الميه وان انت جعان وعليك ستريس رهيب جدا طول الوقت، انت في هذه الحاله المدمره، انت قاعد في ستريس رهيب والغده دي عماله تفرز الادرينالين بطريقه عاليه جدا، فبيبقى سريع الغضب، سريع ان انت تمد ايدك حتى. وده اللي احنا بنشوفه. العجيب بقى، نفسي اسالك السؤال ده لان انا برضو ايه ثقافتي الاسلاميه تعتبر ضحله، يعني كنت اسمع زمان وانا في المدرسه يقول لك الشياطين تقيد في رمضان، الكلام ده صح ولا انا سمعت غلط؟ بصراحة يعني أنا بما أنه أنا ملحد فأنا جماعتي هم الشياطين، يعني وأصدقائي يعني كلهم شياطين، فبركنا قعدنا هيك قعدة مع أصدقائي الشياطين فقالوا لي نحن لا نعمل، يعني العمل اللي بما أنه المسلمين نائمين ومرتاحين فنحن عملنا ينشط أكثر، فالشياطين تعمل في رمضان أكثر. ليش؟ لأنه كل مسلم معه 50 شيطان، يعني لما بيطلع بيكون عم بيسوق سيارة وهو صائم، خصوصا قبل الأفطار بده يجي، طبعا هذا حديث الشياطين معي لأنه أنا تعاملي مباشر مع الشياطين، فلما بيكون المسلم صائم وبده يلحق الأفطار والسير الزحمة، يا أما بيسبسب اللهم اني صائم، بعدين برجع بيقول اللهم اني صائم، يا اما بيسوي له حادث، يا اما يعني بتقاتل مع الشوفيريه الغيرن والسباب والصراخ يعني بما انه انا خلفيتي اسلاميه واهلي مسلمين فالشياطين بيشتغلوا اكثر، يعني لا يقيدون بصراحه يعني. لكن الحديث ده او الفكره دي يعني المسلمين يعتقدوا فعلا ان الشياطين بتقيد في رمضان، هل ده حقيقي ولا؟ طبعا طبعا، تنزل الملائكة وبتكتر الملائكة وخصوصي ليلة الشيطان مقيد في رمضان. بس طب الشيطان مقيد دلوقتي في رمضان، ليه بتكثر في رمضان الجرائم؟ ليه بيكثر في رمضان الخناق والسباب؟ لما المفروض ان الشيطان هو ده اللي بيخليك تعمل الحاجة الغلط او الخطأ او الجريمة يعني. فاذا كان الشيطان مقيد، امال المصائب اللي بتحصل دي مين اللي عاملها؟ عايزين حد مسلم كده يرد علينا على الأسئلة دي، لأن هي أسئلة حيوية فعلا يعني. وانا بهالمناسبه هاي جورج، انا يعني بصراحه يعني انا كلمه اتحدى لا اتحدى احد،
طلعوا لي انا بالتعليقات بالبرنامج هذا، صار هاي الحلقه 118، يعني تعليقات كثير جت من المسلمين يتحدوني انه انا ازورهم ويتحدوني انه افتح نقاش معهم. وانا مثل ما يعني طبعا هذا كنا عم نفكر فيه من زمان، يعني شيء 3-4 شهور فكرنا فيه، وبيعرفوا الشباب انه كنا نساوي برنامج مناظرات، ولكن ما لقينا الشخص المناسب انه يقدم البرنامج. فبالنهاية صديقنا ريان قال انت قدم البرنامج، وانا قلت اوكي راح اقدم البرنامج. وبتمنى منكم يا اللي كنتوا عم تتحدوا انه ناظرونا وناظرونا، يا ريت ناظرونا وتجوا تتفضلوا، ومستعدين مثل ما قلت انا، يعني ساكون حيادي 1000000%، وساكون يعني لن احاول ان اكون حيادي، سوف اكون حيادي 1000000%، سوف اكون حيادي وما لي علاقه باي طرف من الاطراف. وطبعا الملحدين كثار من يحاوروا بيناظروا، هاي الاخ جورج موجود، والاخ احمد حرقان موجود، الاخ حسن موجود، في كثير شباب موجودين. نحن بس بدنا من المسلمين المؤمنين او المسيحيين يتفضلوا ويناقشونا، وكل شيء بالنقاش يعني. وطبعا الشتائم ممنوعه، وهالاشياء هاي كلها ممنوعه، فبتمنى تجوا تناقشونا ونشوف، يعني الحوار هو السبيل الوحيد لحتى نصل للحقيقه. ونحن بنحبكم مثل ما بتقولوا انتم اهالينا بالنهايه، بس انتم على غلط، نحن بندعي انكم على غلط. اذا بدكم تثبتوا انكم على صح تفضلوا ناظرونا وشوفوا. جورج اذا في كلمه اخيره، انا بصراحه يعني انا كنت متوقع انه نساويها على حلقتين، ولكن اظن كفينا مساله رمضان هي. فالحلقه الجايه مثل ما اتفقنا راح تكون عن الاخلاق في نظريه التطور، يعني كيف تطورت الاخلاق من نشاه الانسان بشكل من اشكال الحيوان حتى وصل لمرحله يعني لما كان دماغه صغير لحتى كبر في المرحله الحاليه. نناقش الاخلاق هي من بهالمرحله هي طبقا على اساس نظريه التطور بالحلقه القادمه. يعني اذا في كلمه اخيره بتحب تقولها بهالحلقه هي. احب اوجه كلمه للاخوه الصائمين. اذا كنت انت بتعمل حاجه انت مقتنع بيها ما تفرضهاش على الناس، يعني خلي العالم تطور، وما اصبحنا لا نعيش في شبه الجزيره العربيه في القرن السادس الميلادي، العالم تطور والحياه تطورت. فان كنت انت صايم انت حر طبعا نعمل ما تشاء، لان انت تعيش في عالم حر، بس ما تفرضش افكارك ومعتقداتك وتصرفاتك على الناس. الحاجه الثانيه للناس العاديه بقى اللي هي يعني ايه، مش 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 فرسان الصلعميه، الناس العاديه اللي هي المسكين اللي هو بيصوم عشان هم قالوا له لازم تصوم. يعني زي ما بتسمع بتدي نفسك وقت ان انت تقعد تسمع الشيخ فلان والشيخ علان والدكتور فلان اللي بيقولوا لك عن فوائد الصيام في رمضان بطريقه رمضان، ادي لنفسك فرصه ان انت تسمع واحد تاني محايد بعيد عن الموضوع، وقارن انت، وهات كتاب اقراه افهم الموضوع ماشي ازاي، عشان يوم ما تعمل حاجه تبقى مقتنع بيها وعارف حتى انت بتعمل ايه في نفسك وبتعمل ايه في جسمك. وخصوصا زي ما قلنا للنساء الحوامل، لان انت مش مسؤول عن نفسك بس، انت مسؤوله عن جنين ينمو بداخلك. فبدل قبل ما تعملي حاجه تعرضي فيها نفسك وجنينك للخطر، اقري بس واسمعي حاجه تاني غير اللي عمال يقولوا لك الدكاتره او الشيوخ في قناه الناس. بس يعني دعوه للتفكير والحوار. اكيد اكيد جورج، انا اضم صوتي لصوتك انه المسلم العادي الانسان البسيط هذا اللي يعني يتبع بدون ما يفكر، يعني اذا خلص بس كتبوا تحت اسمه دكتور معناته عم ينطق الصح. يا ريت تفكروا، يا ريت تبحثوا، يا ريت تقروا، وعندكم على العم جوجل، يعني الزلمه العم جوجل ليس بخيلا نهائيا، بس حط الصيام طبعا خذها من دراسات، ما تاخذ من الموقع الاسلامي الفلاني والموقع الاسلامي الفلاني، اكيد هذول عم يضحكوا. حاولوا يا جماعه، حاولوا بس انه تشوفوا الحقيقه يعني بطريقه اخرى، يعني ما هو انه الشيخ هذا ما بيعرف شيء، الشيخ هذا جاهل لا يعرف غير حديث حدثنا فلان عن علتان عن علتان عن علتان عن 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 عن, عن, عن. ولكن العصر الحديث العلوم الحديثة خذوها من مواقع
يعني مؤهله، يعني مواقع جامعات اوروبيه، في كثير مواقع يعني مؤهله، مو جامعه ابن سعود اللي فيها مقدمين ماجستير في علم الاضراب. سوينا حلقه على علم الاضراب، يا ريت كان صراحه. انا كنت اتمنى تكون معي جورج، يعني نشوف الماجستير في علم الاضراب هذا، ولكن للاسف يعني على كل حال لا عم نحكي فيها كمان. طيب جورج، انا بتشكرك كثير حبيبي على الحلقه هاي، والحلقه القادمه طبعا اصدقائي مثل ما وعدناكم يعني راح تكون عن الاخلاق بنظريه التطور. فبتشكرك كثير جورج، وبتمنى لكم اوقات سعيده اصدقائي. اشكرك، حبيبي جورج، الى اللقاء في حلقه قادمه اصدقائي، الى اللقاء.